الحمد لله الذي فضل شهر رمضان وفرض صيامه على أهل الإسلام والإيمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تملأ الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب كل شيء وهو المعبود المستعان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدليل والبرهان. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والعرفان. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا رمضانا، فإن من قامه إيمانا واحتسابا أي طلبا للثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا وإن صلاة التراويح من قيام رمضان، فصلوا صلاة التراويح بتمانينة بخشوع وحضور قلب، فإنها صلاة وعبادة، وكملوا مع الإمام وأوتروا معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فاصبروا حتى يكمل الإمام الصلاة، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء عند ثلاثة من الأئمة، وخالف مالكية عندهم مندوبة، وقد ثبت كونها سنة في جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلها جماعة بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين في حياته الشريفة، والمسجد ملآن، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فيوجد عنها ضعفاء العزائم والأبدان. ومن هذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم التراويح والجماعة فيها، ولم ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية صحيحة مرفوعة عدد ركعات التراويح، ولكن يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسنف بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. وإن كان هذه رواية ضعيفة، ولكن يؤيدها تعامل الأمة من أهل الفاروق رضي الله تعالى ومن بعده. وقد بين فعل عمر رضي الله تعالى عنه أن عددها 20 ركعة، حيث أنه جمع الناس أخيرا على هذا العدد في المسجد، ووافقه صحابة على ذلك، ولم يوجد مخالف من بعدهم من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقد سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يخترجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وأهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يقوم للناس 20 ركعة. وفي موطا إمام مالك رحمه الله تعالى عنه عن يزيد بن رومان قال: كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 23 ركعة. وأخرج مصنف ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع: كان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوطر بصلاة. وفي سنن الكبرى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أن دعا القرآن في رمضان، فأمر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة، وكان علي رضي الله تعالى عنه يوطر بهم. ولهذا الوجه قاضي أبو الوليد ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى عنه يقول في بداية المجتهد: فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام ب20 ركعة سوى الوتر. ولهذا الحمد لله من أهل الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى الآن الناس يصلون في الحرمين الشريفين 20 ركعة مع الجماعة. أخي السائم، إن على المسلم ألا يستكثر عمله على ربه من صيام وقيام وصدقة واعتكاف وتلاوة ودعاء، فكل عمله مهما كثر قليل في جانب نعم المولى جل وعلا عليه. عباد الله،
لقد مرت العشر الاول من هذا الشهر المبارك كلمح البصر وكثير من المسلمين في غفله موردون في غمره ساهون جعلني الله اياكم ممن تاب واناب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من البيان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة ووسيلة موصلة الى التقوى والجنة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي شرع لنا الصيام تفضلا منه ومنة واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي الى الخير ملة واقوم سنة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وحافظوا على اداء الفرائض والسنن واعلموا انكم في شهر قد فرض عليكم صياما وتكفل لكم بمضاعفه اجور صيامه وقيامه فاغتنموا اوقاته الساميه وتداركوا بالتوبه ما فرطتم في الايام الخاليه واعلموا ان الله امركم في محكم تنزيله بالصلاه والسلام على رسوله فقال ارشادا لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين اولي كل فضل جلي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي اللهم عن امي نبيك حمزه والعباس وان سيدي شباب اهل الجنه كالحسن والحسين وان امهما فاطمه الزهراء وان زوجات نبيك الطاهرات امهات المؤمنين وان الصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارزقنا اتباع نبينا وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا صفوفكم صف سيدك للنبي سيدك صف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمی اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده